أهلا بكم. تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة فاس صباح يوم الخميس 19 غشت 2021 من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 سنة و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت. ووفقا لمصادر صحفية، فالشقيقان المشتبه فيهما قد عرض أحد أقربائهما لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بداخل منزل بحي سهب الورد بمدينة فاس لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث عن تحديدها، حيث أصاب الضحية ابن عمهما بجروح بلغة تسببت بوفاته بأحد المستشفيات المحلية، وذلك قبل أن تصفر الأبحاث والتحريات عن تشخيص هويتهما وتوقيفهما. وقد جرى إيداع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذلك تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.